طيب نبدأ مع بعض في Brewery Revision. بيقول لنا إيه complete the following. Number one, space and space are examples of ionic compounds. تعالوا مع بعض نفتكر كده الايونيك كومباوندز اللي درسناها في lesson 1. اولا افتكر معايا ان البوندز الروابط الكيميكال بوندز 9 يا اما ايونيك the other type is covalent ionic bond and covalent bond. ionic bond the bond arises or formed between two elements one metal and the other is non-metal. واحدة metal والتانية non-metal. فعشان البوند دي احنا طبعا بوند معناها رابطة. عشان البوند دي تتكون او الميتال ده يمسك في النون-metal ويكون compound لازم الميتال lose electrons. lose electrons بيفقد electrons والنون-metal gains these electrons بيكتسب الالكترون. يعني واحد بيعمل lose واحد بيعمل ايه gain. طبعا واحنا كل كلامنا على electrons فبالتالي الميتال بيتحول او change into positive ion positive ion والنون ميتال changes into negative ion على طول formed between them electrostatic attraction. electrostatic attraction قوة تجاذب كهربي القوة يعني كأنها magnet بتجذب التو ions مع بعض بيكون في الاخر ionic compound. طيب زي مين عندنا ionic compounds نحفظ الاثنين دول كويس قوي. عندنا NaCl صوديوم كلورايد او ميتال نون ميتال وعندنا MgO ماجنيسيوم اوكسايد ميتال اند نون ميتال. انما نيجي بقى للنوع الثاني بالمره عشان احنا كده بنراجع مع بعض عن طريق الكويستشنز نفسها. بالنسبه للكوفالنت بوند في رابطه ثانيه اسمها كوفالنت دي arises between arises معناها تنشا between two non metals non metal مع non metal تمام. وما دام الاثنين نون ميتالز هنا لا في لوز ولا في جين هنا بيحصل حاجه اسمها شيرنج مشاركه بيشاركوا مع بعض بالالكترونز. نتيجه الشيرنج ده او المشاركه دي ممكن يتكون ثلاث انواع من الكوفالنت مولكيولز يا اما يكون سنجل كوفالنت يا دبل كوفالنت يا تريبل كوفالنت. طيب افرق ازاي؟ قال لك لو each atom كل اتوم شيرز بتشارك باي 1 الكترون. لو كل اتوم الاثنين النون ميتال دي والنون ميتال دي كل واحده شاركت ب 1 الكترون بنسميها سنجل كوفالنت بوند. والاكزامبل اللي عندنا H2 هيدروجين هيدروجين مع هيدروجين H2 دي معناها اثنين هيدروجين شاركوا مع بعض H و H عشان يكونوا بوند بينهم ويتكون الهيدروجين موليكول ده. فانت جبت 2 هيدروجين اتومز ادي واحده وادي واحده عشان دي ترتبط بدي او لينكد تو اذر بعض ويكونوا هيدروجين مولكيول لازم كل واحده تشارك شيرز باي 1 الكترون. عندنا اتش سي ال مولكيول هيدروجين كلورايد مولكيول عندنا الهيدروجين شيرز 1 الكترون ويز كلورين اتوم. طيب وعندنا كمان ووتر مولكيول اتش 2 او والاتش الاولى منين نكتبها اتش او اتش هنا كل هيدروجين اتوم شيرز باي 1 الكترون ويز مين ويز اكسجين اتوم. نيجي للدبل الدبل بقى هنا اتش اتوم شيرز باي 2 الكترونز عشان يكونوا مولكيول. الاكزامبل عندنا او 2 اكسجين مولكيول هنا عشان الاكسجينال واحده تمسك في اختها لازم كل واحده شيرز تشارك مع الثانيه باي 2 الكترونز ويكونوا اللي قدامكم ده اسمه اكسجين ايه مولكيول. تريبل كوفالنت بوند يعني each atom shared by 3 electrons. و10 example عندنا النيتروجين مولكيول. النيتروجين مولكيول ده عشان يتكون عباره عن 2 atoms نيتروجين ونيتروجين كل واحده بتشارك مع الثانيه ب 3 electrons عشان يكون المولكيول اللي انتم شايفينه. فنرجع بقى تاني للكويستشنز بتاعنا او السؤال بتاعنا بيقول لك question 1 بيقول لنا ايه space and space are examples of ionic compounds. example يبقى عندنا احفظوا دول كويس قوي NaCl وعندنا MgO. طيب number 2 لسه قايل لنا the bond in oxygen molecule is double covalent bond تمام while in hydrogen molecule هيبقى ايه single covalent bond تمام. نيجي للفالنسي عشان نفتكر مع بعض موضوع الفالنسي.
الفالنسي بمنتهى البساطة هي number of electrons that the atom loses, gains or shares. يعني عندنا اتوم، اتوم دي ايا كان بقى الاتوم دي ميتال نون ميتال، هي نفسها تستقر، نفسها تبقى stable like nearest inert gas. يعني مثلا وليكن زي Na11، لما كنا بنرسم الالكترونيك كونفيجريشن بتاعتها Na11 دي 281، طبعا لما بنيجي نبص للاوتر ليفل بنلاقيه نوت كومبليتلي filled with electron، مش مليان على اخر الكترون، هو بيشبع ب 8. طب هو مين اللي اصلا شبعان؟ واحد زي النيون مثلا ان اي 10 ده نوبل جاز. لما نيجي نوزع كده النيون ان اي 10 2 8 اخره 8 completely filled with electrons. فدايما الميتالز والنون ميتالز tend to complete the outer energy level، بيحاولوا يكملوا او بيعملوا لانهم يكملوا الاوتر ليفل ب 8 الكترونز عشان يوصلوا للسيم ستراكشر اوف نيرست انرت جاس. فكانت الميتال لوز الكترونز والنون ميتال زي ما اتفقنا جين الكترونز. كميه الالكترونز دي اللي هي لوست اور جيند، او حتى لو الاتوم شير مع اتوم ثانيه بالكترونز، بنسميها فالنسي. فبالتالي الصوديوم هنا هيعمل ايه؟ لوز 1 يبقى الفالنسي equals 1. طيب واحد زي مثلا اكسجين 8 لما نيجي نوزع 2 6 تاخره 6 يبقى هعمل ايه؟ gains 2 gains 2 عشان يبقى 2 8. ده كده بقى نيجاتيف ايون خلاص. بس هو gain كام؟ هو gain 2 equals 2 valency equals 2. يبقى خلصت الكلام، الميتال سواء لوز 1 لوز 2 لوز 3 الكترونز هنسمي الفالنسي بتاعته على حسب النمبر اوف الكترونز اللي هي لوست باي ذيس ميتال. النون ميتال جين 1 جين 2 جين 3 نفس الكلام، هيبقى الفالنسي 1 او 2 او 3. طيب نرجع لسؤالنا تاني، فهنا بيقول لنا ايه؟ ذا فالنسي اوف المنيوم اي 13 اي ال 13 لما نيجي نوزعها كده اهي 2 8 3، على طول lose 3 يبقى الفالنسي is 3 او trivalent because it loses 3 electrons. Number 4 elements that have less than 4 electrons، طبعا ما دام عندهم less than 4 electrons in the outer energy level على طول metals. The bond in water molecule is لسه قايلينها single covalent، while that in sodium chloride ionic bond. The valency of sulfate groups، تعالوا مع بعض بقى نفتكر الاتوميك جروبس والفالنسي بتاعتهم، وبرضو الاليمنتس والفالنسي بتاعتهم، عشان هنحاول نكون مع بعض كيميكال كومباوندز دلوقتي. طيب دي بالنسبه للاتوميك جروبس. احنا عندنا برضو ثلاث انواع او 3 types of atomic groups. الاتوميك جروب دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاتوم زي ما انتم شايفين كده linked together، ارتبطت مع بعض او اتحدت مع بعض forming، وكونت حاجه اسمها atomic group. الاتوميك جروب دي ما بنكتبهاش لوحدها، دي بترتبط بelement تاني او بجروب تانية عشان تكون compound. طيب فكل جروب او كل اتوميك جروب ليها الفالنسي بتاعتها. فاحنا عندنا هنا monovalent atomic group، يعني الفالنسي بتاعتهم equals 1، زي الهيدروكسيد، بايكربونيت، نيتريت، امونيوم، نيترايت. نحفظهم لو سمحتوا كويس قوي قوي قوي. الداي فالنت اتوميك جروبس عندنا كربونيت وصلفيت بس. تراي فالنت عندنا فوسفيت. في نمبر 6 بيقول لنا ذا فالنسي اوف سلفيت جروب، السلفيت اللي هو الاس او 4. اس او 4 نفتكرها كده مع بعض، اس او 4 خلاص الفالنسي بتاعتها كام؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2. يعني ما تتوهش نفسك، خليها 2 دلوقتي مؤقتا، سيبك من البوزيتيف والنيجاتيف دلوقتي عشان ما تطلعش. يبقى الفالنسي اوف سلفيت جروب 2 وايل او دايفالنت طبعا، وايل ذات اوف هيدروكسيد جروب از 1 او مونوفالنت. نمبر 7 بيقول لنا ايه؟ ار كومباوندز ذات ديزولف ان ووتر جيفينج هيدروجين ايونز. طبعا عارفين الكومباوندز اللي لما تدوب في الميه وتنتج هيدروجين ايونز دي بنسميها acids، بنسميها acids. طب لو بتنتج او produce OH ions hydroxide ions بنسميها bases. طيب نمبر 8 elements don't
form ions. مين الالمس اللي ما بيتكونش ايونز خالص؟ طبعا الانرت جازز او النوبل جازز. انرت جازز او نوبل جازز. طيب is an atom that lost one or more electron during the chemical reaction. زي ما اتفقنا هنا بدأ سؤالنا بان اتوم خلاص عشان الناس برضو ما تلخبطش في الجزء ده. طب اكتب هنا ميتال ولا اكتب بوزيتيف ايون؟ لو جاب لك اتوم اكتب بوزيتيف ايون تمام. لو جاب اتوم هنكتب بوزيتيف ايون. لو جاب لنا اليمنت خلاص هنكتب ميتال. يبقى جاب اليمنت هنكتب ميتال اور نون ميتال. جاب اتوم هنكتب بوزيتيف ايون او نيجاتيف ايون. هنا قال لك لوست وان الكترون يبقى على طول بوزيتيف ايون. نمبر 10 example for acids while A is example for bases. الأسيدز طبعا زي HCl نحفظهم HNO3 H2SO4 والبيزس زي KOH NaOH MgOH by 2. number 11 is an example for metal oxide while is an example for non-metal oxides. بصوا شباب الأوكسايدز عبارة عن compounds خلاص بيتفق مع بعض. الأوكسايدز عبارة عن compound. الكومباوند ده عبارة عن إيه؟ element linked with oxygen. element ارتبط بأكسجين. طيب الelement ده يا إما يكون metal يا إما يكون non-metal. يعني metal مع oxygen هيكون أوكسايد، non-metal مع oxygen هيكون برضو أوكسايد. فبالتالي إحنا عندنا نوعين من الأوكسايدز، عندنا metallic oxide وعندنا نون ميتاليك اوكسايدز. يبقى ميتاليك ونون ميتاليك ايه اوكسايدز. طب نشوف اكزامبلز على الكلام ده. اكزامبل على طبعا احنا لما نيجي نقول ميتاليك اوكسايد مش هنروح كاتبين اي ميتال مع اي اكسجين وخلاص، لا لازم نراعي موضوع الفالنسي. خلاص عندنا مثلا صوديوم ان ايه ده ميتال مع الاكسيد والاكسجين، الفالنسي بتاع الصوديوم كام؟ 1 والاكسجين 2. نعمل اكستشينج او كروس يبقى الميتاليك اوكسايدز Na2O. عندنا مغنيسيوم واكسجين دايفالنت ودايفالنت، طبعا لما يكونوا زي بعض بنعملهم سمبليفاي 1 1 خلاص، يبقى مغنيسيوم اوكسايد MgO. يبقى هنا ميتال اوكسايد Na2O او MgO. طب تعالى للنون ميتال اوكسايد، عندنا مثلا كربون ده نون ميتال، اكسجين نون ميتال، فالنسي اوف كربون نحفظها دي اسمها تترافالنت. تترافالنت والاكسجين 2، ما دام في ايدينا نعمل سمبليفاي نبسط نبسط، يبقى هنا 2 عملنا ديفايدد 2 وهنا ديفايدد 2، يبقى CO2 نون ميتال اوكسايد. وعندنا كمان SO3 سلفر تريوكسيد نون ميتال ونون ميتال. نرجع لسؤالنا بقى تاني، بيقول لنا example for metal oxide ممكن نكتب MgO و non metal oxide ممكن CO2 أو SO3. 12 is a chemical formula of caustic soda while is a chemical formula of lime water. نحفظ دول هنا فيش space آسف chemical formula of caustic soda نحفظها. caustic soda هو الصوديوم هيدروكسيد NaOH NaOH، واللايم ووتر اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد CaOH by 2. الاثنين دول نحفظهم بعد اذنكم. 13 bond arises between two metals. two metals هو لا اسف في غلطه هنا في السؤال، انا اسف، هي المفروض two non metals، هنا two non metals طبعا هيبقى covalent bond. covalent bond. 14 the chemical name of Mg3PO4 by 2 is. تعالوا كده مع بعض بالراحه خالص نشوف. هنا مدينا الكيميكال فورمولا يعني الصيغه الكيميائيه وعايز الكيميكال نيم الاسم الكيميائي. الام جي ده هو مغنيسيوم. طيب والبي او 4 باي 2 انا يهمني جوه البراكت. البي او 4 دي كان جروب احنا لسه ما جينا عليها اسمها فوسفيت جروب، يبقى الكومباوند اسمه مغنيسيوم فوسفيت. مغنيسيوم فوسفيت. طيب
change the color of litmus paper into red due to the presence of air. مين من الكومباوندز اللي change the color of litmus paper into red؟ طبعا acids هي اللي change the color of litmus paper into red due to the presence of air. مين السبب تغيير لون litmus paper؟ طبعا positive hydrogen ions. طب تعال نشوف بقى choose the correct answer بيقول لنا ايه. Number one, the number of atoms in Na2SO4 molecule is A. تعالوا بقى كده مع بعض بالراحة نتعلم نعد الاتومز والاليمنتس في أي chemical compound عشان الموضوع ده مهم وبيجي على أسئلة كتير. بصوا يا شباب، أول حاجة خلينا نبدأ نشوف الاليمنتس. How many elements in this compound? How many elements in this compound؟ الكومباوند عشان اعرف فيه كام اليمنت، ركز كويس قوي انك لازم تكون كاتبه لو انت هتكتبه طبعا بصوره صح، يعني الكابيتال كابيتال والسمول سمول. فده Na2 يبقى ده صوديوم، ده اول اليمنت عندنا Na. طيب SO4 هتقول لي مستر دي جروب اسمها سلفيت جروب، ماليش دعوه. السلفيت جروب دي احنا اتفقنا ان الجروبس بتتكون من اليمنتس او اتومز كومبايند توجذر. فالسلفيت جروب دي بتتكون من كام اليمنت؟ سلفر واكسجين. يبقى عندنا سلفر element وعندنا oxygen element. عددهم بقى كام؟ لسه هنبدأ نفصص كل element. يبقى مبدئيا الكومباوند اللي قدامنا ده فيه كام element؟ هو صوديوم وسلفر واكسجين، يبقى كام؟ يبقى عندنا 3 elements. 3 elements. طب ال 3 elements دول لكام اتوم بقى؟ جواهم كام اتوم؟ تعالوا نشوف كده الاتومز. هنمسك بقى كل element ونعد في منه كام. هي الصوديوم قدامكم في اللي انت شايفه عده، الصوديوم قدامكم في الكومباوند في منها كام؟ اهي 2Na2 يبقى الصوديوم 2 اتومز. طب والسلفر 1، احنا بنبص على الرقم اللي بعديه على طول 1 مش بنكتب، فالسلفر في منه 1 اتوم. طب والاكسجين كام اكسجين عندنا؟ اهم O4، يبقى الاكسجين كام؟ 4 اتومز. نيجي بقى نعد التوتال اتومز، او 2 بلس 1 بلس 4 ايكوالز 7 اتومز. يبقى طريقه العد سهل. في الاليمنتس بص على الكابيتال ليترز وشوف كام اليمنت. في الاتومز هنمسك بقى كل اليمنت ونفصصه كده ونشوف هو في منه قد ايه جوه الكومباوند ونجمعهم مع بعض. فنرجع بقى لسؤالنا تاني. يبقى هنا the number of atoms، هنا سال على الاتومز خلاص مش الاليمنتس. ان Na2SO4 حاول تعد بالنظر كده، ان ايه ادي 2 اتومز، ان ايه 2 يبقى دي 2، وادي اس واحده يبقى كده 3، وادي O4 4 كمان يبقى 3 plus 4 equals كام؟ equals 7. طيب the valency of bicarbonate group، bicarbonate اللي هي HCO3 ودي الفالنسي بتاعتها negative 1. the chemical name of H2SO4 طبعا ده مشهور قوي لازم نحفظه عشان مهم وبيجي في امتحانات كتير، H2SO4 less sulfuric acid. طيب 4 all the following turn the color of litmus paper into red. كل دول بيحول litmus paper لريد color ما عدا مين؟ ما عدا مين يعني بيحول litmus paper لبلو. يبقى ندور على بيز. ده hydrochloric acid بيحول litmus paper red. nitric acid changes to red. sulfuric acid changes to red. ده caustic soda لسه قايلينه ده بيز changes the color of litmus paper into blue. طيب نمبر 5 بيقول لنا ايه؟ تريبل كوفالنت بوند رجعنا عليها النهارده اكزيست ان، موجوده فين؟ في النيتروجين مولكيولز. طبعا ده سنجل دبل سنجل، اي حاجه فيها هيدروجين سنجل كوفالنت بوند. ذا فالنسي اوف كربون لسه قايلينها تترا فالنت. ذا اونلي ليكويد نون ميتال، نون ميتال الوحيد اللي هو ليكويد طبعا هيكون برومين. دي حتى في الفيرست تيرم لان الميركوري ليكويد ميتال، كربون سوليد نون ميتال، السلفر سوليد نون ميتال. نمبر 8 is a non metal that is good conductor of electricity. طبعا جرافيت، نبقى حافظين الحاجات دي كويس قوي. نون ميتال وجود كونداكتور الكتريستي الوحيد اللي هو جرافيت. The type of bond in MgO زي ما قلنا هيبقى ايونيك. ليه ايونيك؟ لان between positive ion and negative ion are between metal and non-metal. Number 10 بيقول لنا ايه؟
the chemical formula of sodium nitrite. طيب تعالوا نشوفها مع بعض نحلها ازاي. الصوديوم نيترايت هنكتب طبعا الكومباوند بالراحه خالص اهو عشان نتعلم كل حاجه نعملها بتركيز هتطلع صح. صوديوم نيترايت، ركز مش نيتريت، هو قال نيترايت. احنا عندنا هنا تو سيكشنز، تو سيكشنز يعني جزئين. هنكتب السيمبل بتاع الصوديوم Na، والنيترايت دي اتوميك جروب كان السيمبل بتاعها NO2. تمام، نيتريت NO3 دي نيترايت. فالنسي تاني خطوه، يبقى اول بوينت او اول خطوه ان نكتب السيمبلز. تاني خطوه نكتب الفالنسي. الصوديوم لازم نكون حافظينه طبعا، صوديوم 1 النيترايت 1. تالت حاجه كروس هنعكس بقى، نعمل اكستشينج للفالنسي، يبقى Na NO2 ادي صوديوم نيترايت Na NO2. طيب 11 بنقول all the following are monovalent except. هنفترض انك نسيت ومش حافظهم، احنا عايزين مين من دول مش monovalent. يعني ايه مش monovalent؟ يعني لا lose one ولا gain one، خلاص one electron طبعا. نيجي نبص على الالومنيوم Al13، وزع كده 283، ده loses 3 electrons، يبقى ده trivalent مش هينفع. طب Na11 نوزع ال Na11 281 ده اخر 1، يبقى ده لوز 1 ده ينفع. ال K19 نوزع 2881 اخر 1 لوز 1 ينفع يبقى مونوفالنت. H1 اخر 1 ينفع يبقى مونوفالنت. الوحيد فيهم اللي ما ينفعش يبقى مونوفالنت مين؟ الالومنيوم 13، وده اللي هنختاره. ان هو قال لك خد بالك كل دول monovalent except ايه؟ ما عدا مين؟ ما عدا ايه؟ الالم. طيب 12 مين من الاتوميك جروبس دي is divalent، which is a divalent atomic group. لازم نكون حافظينهم طبعا. ال divalent atomic group اثنين، عندنا الكربونيت وعندنا سلفيت. هتلاقي هنا الكربونيت اهي. طيب نمبر 13 بيقول لنا acids dissolve in water giving. طبعا عارفين الاسيدز زي مثلا HCl، ده لما dissolve in water giving positive hydrogen ions. positive hydrogen ions خلاص. positive hydroxide لا طبعا، negative hydroxide positive hydrogen ion. positive hydrogen ions. 14 the valency of oxygen O8 وزع، واعرف لو مش حافظها 2 6، اخره 6 يبقى against 2 يبقى الفالنسي equals 2. The number of electrons in the outer energy level of calcium positive 2. The calcium positive 2 يعني the calcium ion. ركز بقى معايا الله يخليك. هو هنا قال لك عايزين number of electrons in the outer level. طيب ما دام ده بيكلمنا عن outer level وفي نفس الوقت ده ion مش atom، احنا عارفين ion خلاص شبع، فالاوتر ليفل هيبقى فيه كام؟ 8. خلاص ده بيتكلم عن الكالسيوم. خلاص يبقى the number of electrons in the outer energy level of calcium positive 2 equals 8، لان ده ion مش atom. Number 16 when an atom gains an electron it becomes طبعا gains يبقى بيتحول ل negative ion. negative ion mean doesn't form ions. احنا اتفقنا نون ميتال بتكون نيجاتيف، الميتال بتكون بوزيتيف. مين ما بيكونش ايونز خالص؟ النوم الجازز. تعال نشوف ان 11 ده ميتال طبعا اخره 1281. سلفر 16 286 نون ميتال. ارجون 18 لما اجي اوزع الارجون كده 288 كومبليتلي فيلد، ده طبعا مش هيكون ايونز خالص. نمبر 18 بيقول لنا some elements have more than one valency like mean. دي تتحفظ برضو عندنا من التيبل اللي هوريكم دلوقتي. بص كده يا شباب لما نيجي نركز على التيبل ده هنلاقي ده كل element وليه الفالنسي بتاعته. عندنا كذا element عنده كذا valency، يعني الايرون 2 or 3، فيروس وفيريك، الكوبر 1 or 2، النيتروجين 3 or 5، السلفر 2 or 4 or 6، الفوسفورس 3 or 5. ففي كذا element نحفظهم كويس قوي، بيبقى عندهم كذا valency more than one valency.
للكويستشن هنا بيقول لنا some elements have more than one valency. طبعا الكلورين لا، الايرون ينفع طبعا، لا الالومنيوم والمغنيسيوم الاثنين دول عندهم one valency. تعالى ندخل بعد كده على الساينتفك تيرم. نمبر 1، it is a breaking down of bonds in reactants molecules to form new bonds in products. انا اسف السؤال ده اصلا تبع ليسون 3 بس هنجاوبه بالمره. طبعا هو مش موجود في مراجعه فبراير او في بريمري ريفيجن، ده تعريف كيميكال رياكشنز، ده تعريف الكيميكال رياكشن، هو مش هيجي لنا في مراجعه فبراير، لكن معلش هو جه هنا غلط. مش هنخسر حاجه لما نقوله طبعا. نمبر 2، ان اتوم ذات جيند 1 اور مور الكترون، بدا باتوم يبقى اجابتك يا بوزيتيف ايون يا نيجاتيف ايون. طيب اتوم هتتحول لايون، طب ده جيند يبقى ايه؟ نيجاتيف ايون، نيجاتيف ايون. نمبر 3، ذا بوند resulting from the electric attraction between a positive ion and a negative ion. Bond يبقى هتجاوب يا ionic يا single يا double يا triple covalent. طب نكمل كده، ما دام البوند دي بين positive ion و negative ion من اسمها يبقى ionic bond. Ionic bond. طيب number 3، number 4 اسف. Elements have luster. Luster يعني لمعة، ليها لمعان and good conductor of electricity طبعا metals. Number 5، number of electrons lost, gained or shared by an atom. طبعا دي لسه قايلينها ورجعنا عليها، دي هتبقى ايه؟ هكتبها فوق بس عشان المكان، valency. دي هتبقى ال valency. Number 6، a set of atoms، مجموعة من الاتومز، joined together and behave like one atom، تشتغل كأنها one atom in the chemical reaction. لسه قايلينها دي، ده تعريف او definition بتاع الاتوميك group، atomic group. Number 7، a formula represents the number and types of atoms in a molecule. Formula يعني صيغة، حاجة زي رمز كده زي سامبل، بتعبر عن number and type of atoms جوه المولكيول. طبعا دي اسمها chemical formula، chemical formula اللي هي الصيغة الكيميائية. 10، نمبر 8 اسف، طبعا نعتذر يعني على الارقام دي. نمبر 8، substances that dissociate، كلمه dissociate يعني تتفكك، بتتفك. substances that dissociate in water producing negative hydroxide ions على طول basis، اللي بتنتج hydroxide ion basis. Number 9، compounds resulted from combination between an element and oxygen. طبعا لسه قايلينهم راجعين عليها، الكومباوند اللي بيتكون من combination يعني اتحاد element مع oxygen ده بنسميها ايه؟ oxides. طيب لو قال لك metallic element and oxygen هنقول metallic oxide، non-metallic element and oxygen يبقى non-metallic ايه؟ oxide. Number 10، atomic group is formed from one nitrogen atom combined with three oxygen atom. نكتب بقى صح لو سمحت، مين الاتوميك جروب اللي بتتكون من one nitrogen مع three oxygen؟ نكتب ادي N، وطبعا لما نكتب N capital، طب وكم oxygen؟ three oxygen O three. الجروب دي اللي هي النيتريت جروب، دي اسمها نيتريت جروب. طبعا نيجاتيف 1. ندخل بعد كده على وات هابنز، وات هابنز. طبعا احنا هنقرا مع بعض question ونحاول نفهمه ونشوف الانسر مكتوب ايه. بيقول لنا ايه؟ A metallic atom loses an electron. هيحصل ايه لو metallic atom loses one electron؟ على طول زي ما اتفقنا it changes directly into a positive ion، بتتحول لpositive ion. اعكس السؤال، هيقول لك a non-metallic atom gains an electron، يبقى it changes into a negative ion. تمام، it changes into a negative ion. طيب number 3، بيقول لنا ايه؟ red and the blue litmus papers are put in a beaker containing KOH. طيب ايه القصه هنا؟
احنا عارفين كويس قوي ان ال KOH ده بيز خلاص، انه dissolve in water giving hydroxide ion اهي قدامكم، فده بيز. والبيز its effect on litmus paper is changing only the red litmus paper into ايه؟ blue. ركز معايا في السؤال ده عشان في ناس بتروح عكس الالوان وخلاص. لا، البيز بيحول الريد ليتمس بيبر انتو بلو. فانت حطيت ورقتين بلو ليتمس بيبر وريد ليتمس بيبر، الوحيده اللي هتتغير طبعا الريد هتتحول لايه؟ هتتحول لبلو. في جزء من الريد اللي هو موجود جوه الكي او اتش ده هتلاقيه راح ازرق. طيب البلو بيبر بقى الورقه الثانيه اللي هي الزرقاء هيحصل لها حاجه؟ لا مش هيحصل لها حاجه طبعا، هتفضل زي ما هي. عشان كده في اجابه السؤال ده في what happens بيقول ايه بقى؟ only the red litmus paper will change into blue. اوعى تقول الريد هيبقى بلو والبلو هيبقى ريد، كده زيرو خلاص، احنا بنشوف اللي هيتغير بس. طيب number 4، magnesium atom loses two electrons which are gained by an oxygen atom. عندك magnesium لوست فقدت 2 الكترونز خلاص، والتو الكترونز دول كسبتهم الاكسجين. ما دام واحده لوز واحده جين يبقى زي ما اتفقنا هيتكون ايه؟ ايونيك بوند. طيب ما بين المغنيسيوم والاكسجين يبقى اكيد البوند دي هتكون كومباوند اسمه مغنيسيوم ايه؟ اوكسيد. يبقى الانسر عندنا ايونيك بوند اهي، ايونيك بوند ارايزز تنشا تو فور مغنيسيوم اوكسيد مولكيول. خلي اجابتك منظمه. طيب نمبر 5 بيقول لنا ايه؟ نيتروجين او تو نيتروجين اتومز، تو نيتروجين اتومز شير ايتش اذر. هصلحها بس، تو نيتروجين اتومز شير ايتش اذر وذ 3 الكترونز. اتنين نيتروجين كل واحده فيهم شاركت اختها ب 3 الكترونز 3 الكترونز. خلاص بقى عرفنا ما دام شير يبقى نوع البوند كوفالنت، وما دام 3 الكترونز يبقى تريبل كوفالنت بوند. طب هي البوند دي اصلا عشان ايه؟ عشان الاتوم دي والاتوم دي لينكد توجذر ويكونوا ايه؟ مولكيول. يبقى هنكتب مع بعض نيتروجين مولكيول از فورمد اهي بالراحه خالص، نيتروجين مولكيول از فورمد، اتوم مع اتوم بيتكون مولكيول. طب والمولكيول ده اتكون ازاي؟ باي ذا فورميشن اوف تريبل كوفالنت بوند. طيب نمبر 6، نمبر 6 بيقول لنا ايه؟ ريد ليتمس بيبر، هنا ورقه واحده بس مش الاثنين. ريد ليتمس بيبر از بوت ان ا بيكر كونتيننج هيدروكلوريك اسيد. هيدروكلوريك اسيد HCl، عارفين كويس قوي ان الاسيد تشينج ذا بلو ليتمس بيبر انتو ريد، وبالتالي هنا اصلا الورقه لونها ريد، يعني مش هيحصل لها ايه؟ تغيير. يبقى نو تشينج ان ليتمس بيبر، اكتبها عشان مش مكتوبه، no change in litmus paper. طيب question E بيقول لنا complete the following table. هو مدينا هنا كذا compound ويطالب مني الكيميكال فورمولا والنمبر اوف elements والنمبر اوف atoms. زي ما اتفقنا وتعودنا كده نمسك مع بعض الكومباوند كومباوند. الاولاني الكالسيوم كربونيت. الكالسيوم بنكتب السيمبل CA والكربونيت دي اتوميك جروب CO3. فالنسي 2 وهنا الفالنسي 2، لما نلاقيهم زي بعض نعمل سمبليفاي تبقى 1 1. يبقى الكالسيوم كربونيت سي اي نكتبها مثلا فين عشان المكان، اخليها هنا سي اي سي او 3 سي اي سي او 3 ادي الكالسيوم كربونيت. طيب نيجي نعد عندنا كام اليمنت، هنمسك الكابيتال ليترز سي اي ادي واحده، سي اللي هو الكربون ادي واحده، ادي اليمنت تاني، وادي او اللي هو الاكسجين. يبقى عندنا كام اليمنت؟ 3، كالسيوم وكربون واكسجين. طيب نمبر اوف اتومز هنمسك بقى كل واحده، الكالسيوم في منها كام؟ 1. الكربون اهو قدامكم في منه كام؟ 1، هو قال لك سي بس. طب والاكسجين كام اكسجين عندك؟ عندك او 3، يبقى عندنا 3 اتومز. يبقى كلهم على بعضهم كام اتوم؟ 5 atoms. طيب magnesium chloride Mg والكلورايد والكلورين Cl، valency 2 1 cross Mg
هتاخد ال1 اهي ما بنكتبوش Cl2 MgCl2. طب كام element؟ عندنا مغنيسيوم وكلورين، مغنيسيوم وكلورين مفيش غيرهم، يبقى 2 elements. طيب كام اتوم فصص بقى؟ المغنيسيوم قدامكم في منه كام؟ ام بص انا هكتبها عشان برضه تبقى واضحه بالنسبه MgCl2. ادي المغنيسيوم واحده، اتوم واحده بس، والكلورين اللي انت شايفه مكتوب Cl ولا Cl2؟ لا مكتوب Cl2، يعني في Cl وCl اثنين كلورين، يبقى النمبر اوف اتومز 3. نيتريك اسيد HNO3، HNO3 طب كام element؟ هيدروجين نيتروجين اوكسجين، يبقى 3 elements. طب كام اتوم فصص؟ الهيدروجين في منها واحده، النيتروجين اهي واحده بس نيتروجين، والاكسجين 3، 1 plus 1 plus 3 يبقى 5. طيب نكمل كده. كوستيك صودا قلت لكم دي نحفظها كوستيك صودا ده اللي هو الصوديوم هيدروكسيد، نحفظه لو سمحتوا كويس قوي. صوديوم هيدروكسيد هو NaOH. لاحظوا وانا بكتب الكابيتال كابيتال والسمول سمول، لان دي هتعمل لك لخبطه لو مش حافظ السيمبل او الكيميكال سيمبلز للاليمنتس صح، هتتلخبط في العد. طيب يعني ما ينفعش اكتب الاوس هنا سمول، ما ينفعش اكتب الاتش سمول، خلاص. طيب كام element؟ صوديوم اوكسجين هيدروجين 3 elements. كام اتوم؟ هتلاقي كل element هنا في منه اتوم واحده بس، يبقى عندنا كام اتوم؟ 3 atoms. طيب بص بقى دي iron 2 oxides، احنا قلنا ان الايرون has 2 valence، ليه كذا valence، يا 2 يا 3 ferrous وferric، خلاص. هو هنا قال لك استخدم ال 2، يبقى ادي ال Fe 2 وادي الاكسجين اللي هو الاكسايد 2، 2 و2 يروحوا مع بعض، يبقى نعمل لهم سمبليفاي 1 1، يبقى الايرون 2 اوكسايد اف اي او، اف اي او كام اليمنت؟ هم اثنين ايرون واكسجين. طيب كام اتوم للاليمنتس دول؟ ما هي كل واحده كل اليمنت باتوم واحده، يبقى 2 اتومز. طيب ننتقل بقى كده لسؤال ثاني الجيف ريزون. نحاول نفهم يا شباب الجيف ريزون قبل ما نحفظه، يعني لو فهمنا وعبرت باسلوبك وطريقتك الموضوع هيبقى بسيط. بناء نمبر 1 ايه؟ When an atom loses an electron it becomes a positive ion. السؤال ده بالذات خلاص في كتير بيتلخبطوا فيه وفي كتير لغايه دلوقتي مش فاهمينه. ليه اتوم؟ طبعا مثلا لما بتعمل لوز بنسميه positive ion. يا مستر ده لوز ده فقط بيفقد يرمي الكترونز، ازاي بيبقى بحاجه بترمي وبنسميها بوزيتيف ايون؟ طبعا عشان نفهمها بالراحه تعالى كده معايا عشان نشوف بنجاوبها ازاي. بص يا استاذي الفكره كلها منتهى البساطه، اي اتوم خد المعلومه دي وخليها معاك كويس قوي وما تنساش، الاتوم دايما دايما شغل الترم الاول فيرست ترم نيوترال، نيوترال مش فاكر يعني ايه يا مستر نيوترال، افكرك نيوترال يعني number of negative electrons equals number of positive protons، ده شغل الترم الاول خلاص، والترمين طبعا بيكملوا بعض. ادينا example مثلا عندك زي lithium 3، كنا بنكتب lithium 3 طبعا رقم اللي فوق ده كان اسمه mass number واللي تحت كان اسمه atomic number، كنا بنرسم nucleus والnucleus كان جواها كام بروتون وكام نيوترون ومن بره كام الكترون. تعالوا نوزع ونفتكر مع بعض. طبعا ده الاتوميك نمبر اللي هو النمبر اوف نيجاتيف الكترونز والنمبر اوف بوزيتيف ها بروتونز، ومن الماس نمبر نقدر نجيب النيوترونز. طيب فانت هنا عندك الاتوميك نمبر 3 تمام، يعني ليثيوم هاز 3 بوزيتيف بروتونز وهو هو الالكترون 3 نيجاتيف الكترون. طبعا الالكترون بنوزعها بره، لما بنوزع 3 الكترونز يبقى عندنا 2 ها وبعد كده 1 تمام. طيب البروتونز كنا بنجيبها ازاي؟ 7 ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 4. هي مش هتعنينا في حاجه ولا هتهمنا في حاجه خالص، انا يهمني اركز على الاثنين دول البروتونز ومين والالكترونز في اي اتوم، in any atom the number of positive protons equal number of negative a
الكترونز. طيب فبالتالي ارجع لي بقى للليثيوم، يبقى الليثيوم دي هاز 3 نيجاتيف الكترونز وعندها برضو 3 بوزيتيف بروتونز، 3 بوزيتيف بروتونز و 3 نيجاتيف الكترونز. خلاص انسى النيوترونز دلوقتي مش عايزينها خالص لانها نيوترال. طيب الليثيوم دي عشان تو بي ستيبل تستقر احنا اتفقنا هي 2 1 فهتعمل ايه؟ لوزز loses بتفقد، بتفقد ايه؟ loses 1 electron. طب يا ليثيوم لما انت ترمي 1 electron مين اللي قل معاكي؟ ما انت كان معاكي في الاول 3 electrons و 3 protons الاثنين قد بعض، رميتي 1 electron فطبيعي الالكترونز اللي معاكي هتقل، هتبقى ايه؟ هتبقى 2 electrons. طب والبروتونز ها don't change، هتفضل زي ما هي بنفس النمبر. فمن كنا بنكتب بقى او بنرسم الالكترونيك كونفيجريشن للايون اهي 2 وجوه بوزيتيف بروتون اللي هي 3. طيب وده كده بنسميه بوزيتيف ايون. ليه بقى سميناه بوزيتيف ايون؟ هقول لك بقى. الاول خالص الاتوم كانت نيوترال، يعني ايه نيوترال؟ الاثنين قد بعض. طب لما الاتوم اتحولت لايون هي حصل ايه؟ بص بقى على الارقام اللي تحت دي، بقى مين اكتر؟ بقى النمبر اوف بوزيتيف بروتونز بقت مور ذان نمبر اوف نيجاتيف ايه الكترونز. خليك افهم الحته دي كويس قوي، افهم الجزء ده كويس قوي. الاتوم نيوترال، نيوترال الاثنين قد بعض، الكترونز بروتونز، when the atom changes to ion على طول النمبر اوف الكترونز هو اللي بيتغير، يا بيزيد يا بيقل. لو عملنا لوزنج الكترونز بتقل، لو عملنا جيننج الكترونز بتزيد. شوف مين اكتر وبنسمي الايون على اسم الكميه الاكتر. فلما نرجع بقى تاني للكويستشن بتاعنا بيقول لنا ايه؟ When an atom loses electron it becomes a positive ion. ليه الاتوم لما بتفقد او بترمي الكترون بتتحول لبوزيتيف ايون؟ بوزيتيف يبقى ابدا بالكبير، يبقى because the number of positive protons number of positive protons becomes more than the number of negative a electrons. وعكس السؤال، يعني هنعكس السؤال اهو، when an atom gains an electron it becomes a negative ion. الاتوم لما تعمل gaining للالكترونز بتتحول لنيجاتيف ايون، يبقى النيجاتيف اكتر. مين النيجاتيف؟ الالكترون. yeah, because the number of negative electrons becomes more than the number of positive protons، او protons بقت اقل من الالكترونز. هي هي. طيب يبقى احنا هنا ما بنحفظش، ما حدش يحفظ الجيف ريزون قبل ما نكون فاهمين. ليه؟ لما تفهم، لما تنسى حاجه في الامتحان هتقدر من خلال فهمك تعبر عن اللي انت فاهمه، لكن لو حافظين واتنست خلاص الموضوع خلص بالنسبه لنا. نمبر 3 the number of electrons in magnesium ion equals the number of electrons in sodium ion. طيب المغنيسيوم ايون اللي هو Mg positive 2 والصوديوم ايون Na بوزيتيف 1. بما ان الاثنين ميتالز فالاثنين عملوا ايه؟ لوزنج الكترونز، رموا الكترونز خلاص. وبما ان الاثنين رموا الكترونز فالاوتر انرجي ليفل بتاعهم بقى كام؟ بقى 8. يعني ادي الكترونيك كونفيجريشن للمغنيسيوم ايون 2 8، لانه اصلا كان في الاساس Mg12 اهو 282. ده عمل ايه؟ لوز 2 الكترونز فتحول لايه؟ 28. يعني بقى في 10 الكترونز. الصوديوم Na11 وزع كده 281 هيعمل ايه؟ لوز 1 الكترون، لوزز 1 الكترون هيتحول لايه؟ 2 8 هيبقى positive. ده positive 2 عشان lose 2 وده positive 1 عشان lose 1. في كلا الحالتين لما ده رمى 2 electrons بقى عنده كام الكترون؟ 10. ولما ده رمى 1 electron برضه بقى عنده كام؟ 10. يبقى الانسر بتاعتنا because both of them lose the electron in the outer energy level and change into positive ions. Each one contains 10 electrons. هتقول يا مستر وانا هحفظ كل element الاتوميك نمبر
وبيعمل ايه؟ لا انا الاكزامبل ده بالذات عشان انت عدى عليك المغنيسيوم والصوديوم في البونز، فانت لازم تكون حافظ المغنيسيوم والصوديوم والكلورايد كمان والاكسجين، يعني مغنيسيوم وصوديوم وكلورين واكسجين. طيب نمبر 4 inert or noble gases don't form ions، ده قلناها كتير. ليه مش بيتكونوا ions؟ because their outer energy level is filled completely with electrons so they don't lose or gain electrons. هم شبعانين فبالتالي لا lose ولا gain electrons ولا share حتى. سؤال مقارب لي inert gases don't participate يعني لا تشارك in the chemical reaction. ليه مش بتشارك في اي تفاعلات كيميائيه؟ اللي بيدخل كيميكال رياكشن هي الاتومز اللي مش شبعانه خلاص اللي هي الاكتف. اوكي يعني because their outer energy level is filled completely with a electrons. طيب نيجي نشوف نمبر 6 بيقول لنا during the chemical reaction اثناء التفاعل الكيميائي metallic atoms lose the electrons. ليه الميتال دايما lose electrons؟ احنا اتفقنا سواء metal lose او non metal gain ليهم هدف to complete the outer energy level with electrons. like مين بقى؟ nearest inert gas عشان يبقوا زي اقرب inert gas ليهم. طيب number 7 شرحته او رجعت عليه النهارده. ليه الايونيك bonds produce compounds only not elements؟ الايونيك bonds استحاله البوند دي تكون element molecule، بتكون compound molecule. ليه؟ قلنا قبل كده because it is formed as a result of an electric attraction between positive ion and negative ion. ال positive ion ده من metal، ال negative ion من non-metal. ما دام عندي metal و non-metal أكيد هيكونوا مختلفين، استحالة يكونوا زي بعض، فبالتالي اللي هيتكون compound مش element. طيب number 8 بيقول لنا إيه؟ the bond in hydrogen molecule is single covalent bond. طيب اول حاجه هو قال لك المولكيول مين؟ هيدروجين. تاني حاجه قال لك نوع البوند ايه؟ كوفالنت. وتالت حاجه نوع الكوفالنت سنجل، فاتحلت خلاص. لو ما بتعرفش تكتب الموضوع خلص، هي كوفالنت يبقى يحصل فيها شيرنج، وما دام قال لك سنجل يبقى شيرنج باي كام الكترون؟ 1 الكترون. والموليكول نفسه اللي هو الايه؟ هيدروجين موليكول، فانت عارف ان الهيدروجين بيتكون من اثنين هيدروجين اتوم وهيدروجين اتوم، يبقى كل واحده شاركت ب 1 الكترون. فلما نيجي نجاوب عبر عن اللي انت فاهمه، بيكوز ايتش هيدروجين اتوم شيرز عشان كوفالنت ويز 1 الكترون عشان سنجل تو فورم سنجل كوفالنت ايه؟ بوند. نمبر 9 بوتاسيوم K19 is monovalent زي ما اتفقنا. وزع وشوف 2 8 8 1، اخر 1 يبقى loses 1 electron على طول change to positive ion، يبقى because during the chemical reaction potassium atom loses 1 electron. طيب number 10 the valency of inert gases or noble gases is equal zero. ليه ال valency of inert gases equal zero؟ ما لهمش valency. ليه؟ because their outer energy level is filled completely with electrons، شبعانين electrons، فبالتالي لا lose ولا gains electrons خلاص. 11 an oxygen atom joins two sodium atoms when composing sodium oxide molecule. بالراحة خالص عشان نعرف نجاوب. بيقول لنا ايه السؤال ده؟ ده في كتاب المدرسة طبعا. An oxygen atom، عندك oxygen atom واحدة اهي، joins ارتبط او بترتبط ب 2 sodium atom. 2 sodium atom يعني Na2 صح؟ مع Na2 يعني مع 2 sodium atom يعني Na و Na، فاحنا كتبناها Na2. لما بيجي يكونوا sodium oxide molecule. طيب لما يجي لك سؤال زي كده ارجع للاصل، يعني ايه؟ ادي ال Na وادي ال O. الفالنسي بتاعت الاكسجين بتاعت الصوديوم انت عارفها equals 1، والفالنسي بتاعت الاكسجين equals كام؟ 2. لما نيجي بنعمل كروسنج لل 2 فالنسز هيدينا ايه بقى؟ Na2O. يبقى ليه الصوديوم اوكسيد ده لما تكون اتكون من ارتباط او joining 2 صوديوم اتوم 1 اوكسجين اتوم،
عشان الفالنسي بتاعت الصوديوم كانت مونو فالنت والفالنسي بتاع الاكسجين كانت داي فالنت، فغصب عني لما جيت اكتب الكيميكال فورمولا كتبته Na2O، يبقى عندنا كام صوديوم اتوم؟ 2، كام اكسجين اتوم؟ 1. تمام، يبقى because sodium is monovalent while oxygen is divalent. تمام، اي سؤال هيجي لك بالمنظر ده رجع كل element هات الفالنسي بتاعته. طيب نمبر 12 نفس الفكر اهي، كارناشن ايه نثبت. The chemical formula of aluminium chloride is AlCl3. ليه الكيميكال فورمولا للالومنيوم كلوريد AlCl3؟ اعكس كل واحده رجع الفالنسي بتاعتها، يعني ال Al نكتبها هنا عشان ايه تبقى باينه، ادي ال Al وادي ال Cl، الفالنسي بتاع الالومنيوم 3 والكلورايد او الكرين 1 كنا بنعكس ادينا AlCl3. يبقى عشان اكتب السيمبل او الكيميكال فورمولا للالومنيوم كلوريد بالمنظر ده لازم الفالنس بتاعت الالومنيوم تكون تراي فالنت والكلورين يكون مونو فالنت. يبقى because aluminium is trivalent while chlorine is monovalent. رجع بص اعكس الارقام، يعني مثلا عندك عشان اوضح لك الصوره اكتر، بس ام جي او اتش 2 ليه الكيميكال فورمولا المغنيسيوم هيدروكسيد ام جي او اتش باي 2، ما قلناش ام جي او اتش بس، اعكس كل رقم، ال2 دي وديها للمغنيسيوم وال1 اللي هنا اللي مش بنكتبه هنرجعه لمين؟ الهيدروكسيد. Yeah, because the valency of magnesium is divalent but the valency of hydroxide is monovalent. تمام؟ ايه دي الفكرة؟ نكمل بيقول لنا ايه؟ acids turn the color of blue litmus paper into red، قلناها due to the presence of mean positive hydrogen ions. هو السبب في كده، هو السبب في تغيير لون الليتمس بيبر positive hydrogen ions. لو عكس السؤال bases turn the color of red litmus paper into blue، نفس الكلام بس due to the presence of negative hydroxide ions. هنختم مع بعض بآخر question عندنا اللي هو G، draw the bond. طبعا لما اكتب لك O2 بالمنظر ده كده اسمه oxygen molecule، اسمه oxygen molecule، فال2 دي معناه ان المولكيول ده اللي احنا بنتنفسه طبعا بيتكون من 2 oxygen atoms linked together، 2 oxygen atoms، فال2 دي عدد الاتوم number of atoms اللي جوه المولكيول. لكن لما تلاقي مثلا اكتب لك O8 اكيد ما يعني المولكيول بتاع الاكسجين مش متكون من 8 اتومز، 8 ده اللي هو الاتوميك نمبر اللي هو النمبر اوف ايه، نمبر اوف الكترونز. طب خلينا برضو عشان نشوف حل السؤال ده، بيقول لنا ارسم البوند اللي في المغنيسيوم اوكسايد مولكيول ام جي او، ويعني الراجل مساعدنا مدينا الاتوميك نمبر للمغنيسيوم 12 والاتوميك نمبر للاكسجين 8. اول حاجه انت هتسال نفسك هي البوند اللي هتترسم دي ما بين ميتال ونون ميتال ولا نون ميتال ونون ميتال؟ ال ام جي 12 لما نيجي نوزعها هي 282 اخره 2 يبقى ميتال، ال او 826 اخره 6 يبقى نون ميتال، يبقى ما بين ميتال ونون ميتال يبقى على طول ايونيك بوند. يبقى نرسم مع بعض الايونيك بوند، نبدا مع بعض رسمنا. هنكتب التو اتومز او التو اليمنتس ام جي الاتوميك نمبر عشان ما تنساش، ام جي 12 بلس O8 electronic configuration وزع ادي 2 8 2 بلس 2 6. هنا ان المغنيسيوم الاوتر ليفل containing 2 electrons والاكسجين 6، فواضح ان ده loses 2 electrons وده gains ال 2 electrons، يعني واحد lose واحد ايه gain. طيب هيتحول لايه؟ المغنيسيوم لما عمل losing electron هيتحول لبوزيتيف ايون، فهنكتب بقى البوزيتيف ايون ادي 2 8، وهنكتب البراكت من فوق بوزيتيف، بوزيتيف كام؟ 2 لان loses 2 هو هتكتب بوزيتيف بس، والاكسجين هنفتح براكت تاني هنكتب 2 8 لانه gains 2 وهنكتب البراكت من فوق نيجاتيف 2. لاحظ حاجه مهمه جدا، لما نيجي نكتب ال البراكتس بتاعت الايونز اوعى تحط هنا بلس،
الاثنين خلاص بقوا كومباوند او موليكيول واحد اللي هو اسمه ايه؟ ام جي او. ام جي او خلاص. طيب تعال نشوف السؤال الثاني بيقول لنا ايه. اكسجين موليكيول او2، عايزين نرسم مع بعض الاكسجين موليكيول. طب هنا برضو مساعدنا الاتوميك نمبر الاكسجين 8. افتكر الاتوميك نمبر ده اللي هو نمبر اوف الكترونز. تمام يلا هعرف منين كم اتوم. ارجع للاكسجين موليكيول. بص الاكسجين موليكيول بتقول ايه؟ او2 دي اللي هي معناها نمبر اوف اتومز. يبقى انت عندك كم اتوم هيرتبطوا ببعض؟ 2. نكتب مع بعض او نرسم مع بعض الاكسجين موليكيول. ابدا ادي او 8 بلس او 8 وزن ده نون ميتال مع نون ميتال وهو اليمنت واحد فيكون موليكيول اللي هو الاكسجين موليكيول. فهنا بقى مفيش ايونيك بوند، هنا هيبقى كوفيلنت بوند. بس هل هي سنجل ولا دبل ولا تريبل؟ في حاله الكوفيلنت بوند احنا بنرسم الاتوم بعد اذنك كامله، يعني نيوكليوس خلاص ادي اول ليفل وادي 2 الكترونز تمام، وادي الليفل الثاني كام؟ 6 الكترون. وزعنا ال 8 2 6 1 2 3 4 5 6 بلس the other atom الثانية الأكسجين 8 هنرسم النيوكليس أهي خلاص. وآدي الليفل الأولاني containing 2 electrons والليفل الثاني containing 6 electrons 5 6. هنبس هنظل النيوكليس عشان ما تتلخبطش، عشان إيه ما ندخلهاش في اللعبة دلوقتي خالص. كل شغلنا على الإلكترونز وكل شغلنا على الأوتر energy level كمان، يعني حتى مش اي الكترون، دايما كل losing او gaining او sharing بيتم عن طريق الاوتر ليفل اخر ليفل. طب هتسال نفسك بقى سؤال، هو هنا كل اتوم في الاثنين each atom needs محتاجه كام الكترون؟ احنا في الاخر اخر ليفل هنا 1 2 3 4 5 6 ده محتاج 2 ده needs 2 خلاص needs 2 ودي نفس الكلام محتاجه 2 electrons. بس للاسف لا دي هتنفع تسلف دي ولا دي تنفع تسلف دي، فبالتالي هيحصل حاجه اسمها ايه؟ شيرنج، مشاركه. فنبدا نشوفها كل واحده هتشارك بكام. فبنرسم الرسم بالمنظر ده كده خلاص، وبنعمل انترسكشن زي ما انتم شايفين. النيوكليس اهي خلاص، وادي الليفل الاولاني ملوش لازمه خالص هنكتبه وخليه على جنب مش هنحتاجه، اهو في 2 الكترونز. وادي الليفل الاولاني ادي النيوكليس اهي، وبعد كده الليفل الاولاني مالناش دعوه بيه برضه، ارسم 2 الكترون وسيبه على جنب. تعالى بقى في الليفل الثاني، دي عندها 6 ودي عندها 6 الكترونز، 6 الكترونز و6 الكترونز، دي محتاجه 2 ودي محتاجه 2، فبالتالي على قد ما هي محتاجه هتشارك، يعني needs 2 يبقى shares by 2، كل واحده هتشارك مع الثانيه، هتعمل sharing by 2 electrons، 2 electrons من ال 6 اللي عندها في outer level، خلاص؟ فركز بقى معايا كده عشان شوف انا رسمتها، شايفين ال 2 دول؟ اهو ده وده، الاثنين دول، هندخلهم هنا. في الجزء ده ادي 1 2 او نرسمهم على الخط مش هيفرق. وين بقى كام بقى ال 4؟ اوعى تنساهم 1 2 3 4 نفسك هم 6 هم 1 2 3 4 5 6 بس الفكره كلها اخذت اثنين منهم وشاركت بيهم حطيتهم هنا. نفس الكلام هنا زي ما دي بتشارك دي بتشارك، هناخد 2 اهو 1 2 وال 4 الباقيين 1 2 3 4. هنا الاكسجين الاولى والاكسجين الثانيه each one shares by 2 electrons، شاركت ب 2 electrons هم خلاص. عشان كده بنسمي البوند دي single covalent bond، دي السيمبل اللي انتم شايفينه ده هم 2 داش دول. يبقى كده احنا خلصنا الريفيجن بتاعتنا النهارده خلاص. راجعها كويس، لو في حاجه مش فاهمها اكتب لي في الكومنتس وانا هحاول بقدر الامكان اجاوبك على اي سؤال انت محتاجه. بس اهم حاجه زي ما اتفقنا قبل ما تذاكر اعتمد 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 في اساس مذاكرتك على فهمك مش حفظك، نفهم الاول وبعد كده نحفظ عشان نقدر نحل اسئلتنا بوضوح. شكرا ليكم، كان معاكم مستر جورج حلمي.